مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هلنا ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة ديال الخصوبة عند الأرانب في الفصل البارد، الفصول الباردة والفصول الحارة. يعني شحال من واحد بدا في تربية الأرانب في الصيف، يعني وفي الحقيقة كيلقى واحد الصعوبة ان الأرانب ما كيبقاوش يبغيو يتلقحوا. كاين صعوبه كيكون عندهم صعوبه في التنفس، خصك دير لهم واحد يعني الجو خاص بهم، خصك تبردهم. المهم كتلقاو بزاف ديال المشاكل عكس الجو البارد. كما كتشوفوها انتم هنايا، راه الارض راه سارده، انتم تبارك الله راه يعني الجو راه مزيان ملائم، يعني ماشي برد قارس، ولكن ممكن انك مره تلقاو واحد رياح هكا، واحد التيارات هوائيه، ولكن الجو مناسب، يعني ماشي جو ربيعي 100%، ولكن جو مناسب. يعني في هذه الفتره هذه كننصح اي مربي انه الا بغى يبدا في هذه الفتره هذه. علاش؟ لان الارانب كيقبلوا اولا التلقيح، كياكلوا مزيان، إلا مشاو تولدوا كيبقاو يرضعوا مزيان تبارك الله، يعني أي حاجة كتصدق فيهم. عكس الجو الحار، الجو الحار يعني كنصح أنا يعني المربي إلا ما كانش عنده الجو ديال التبريد، يعني الناس اللي عندهم إمكانيات ممكن أنهم يبردوا الأرانب ديالهم ويصدقوا. ولكن بالنسبة للناس اللي دايرهم مثلا في شي سطح والحرارة، راه ما كيصدقوش، ديك الخلفات ما كيصدقوش. وإنما الجو البارد ممكن انكم تستعنوا غير بول عاديه هكا، يعني باش انا دايره فوق الـ يعني الولادات مباشره، يعني غير في الليل كنضوي عليهم باش كيسخنوا واحد شويه، يعني باشياء بسيطه ممكن بوله انكم تدوزوها صافي، كيكون فيها الواط ديالها اما 75 ولا 100، كتكون مزيانه، كتكون كتعطي الحراره. ما تستعملوش ديك البولات البويض ليد، وانما استعملوا هاد البولات ديال يعني الصفراء اللي كيكونوا كيطرحوا الحراره. انتم راه شي يعني صغار يلاه باغيين يخرجوا، هي الام ديالهم راه كتردهم، يعني سبحان الله كي في الحال البارد انتم راهم باغيين يخرجوا. في الحال البارد التلقيح، الامهات كيقبلوا التلقيح. الكميه ديال الاكل بالنسبة يعني الجو بارد كنصحكم بثلاثة الوجبات، يعني داك الطاس ديال الياغورت، أنا طاح لهم شوية ديال الخبز هنايا، أنا داير طاس كبيرة، ولكن طاس ديال الياغورت يعني بدون ذكر الأسماء ديال الشركات، طاس ديال الياغورت فيه كيوزن 100 غرام، ملي كتعمروه راني وازنو كيكون يوزن 100 غرام. ممكن انكم تعطيهم وجبه في الصباح، هما كيبغوا وجبه في الصباح بكري، يعني كيبغوا الارانب كيبغوا ياكلوا بكري. بالنسبه للوجبات قلت لكم ثلاثه الوجبات، ولكن الا بغيتوا التقسيم ممكن انكم تعطيهم وجبه في الصباح اللي هي الفصه مثلا، بحال هذا الشكل، هذا الفصه اليابسه. بالنسبه يعني الوجبه ديال الظهيره ممكن انكم تعطيهم شي حاجه خضراء، او لقامه او القشور ديال 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 الخضره. في العشيه ممكن انكم تعطيهم اما الحبوب اما هاد يعني الخبز يابس. بالنسبه للناس اللي غادي يقولوا لي الاشياء الخضراء، راه ديما كنهضر عليها، الاشياء الخضراء راه ضروريه هي الجسم ديال الارنب، ولكن ماشي انكم تكثروا منها، ولكن بغيتوا تحصنوا ضد التسممات المعويه، يعني ممكن انكم ديروا واحد الدواء راه ديما كنهضر عليه، هيبارينول سيرو، كديروه لمده 4 ايام، يعني معلقه كبيره في يطرو ديال الماء، تذكروا الاسم دونوه عندكم، كيبدا باش هيبارينول. هذا يعني الا درتوه كيولي عندكم ارانب ممكن انها تاكل اي حاجه، يعني كتولي تاكل الاشياء الخضراء ما كتضرهاش، تاكل القشور ديال البطاطا، قشور ديال حتى الليمون ماشي مشكل، اي حاجه ما كتبقاش تضرها.
بالنسبة للتحصينات العادية اللي ممكن أنكم تديروها كغسيل معوي، ممكن تستعملوا يعني قطرة أو معلقة صغيرة ديال الخل، ممكن ديروها لهم مع إطرو ديال الماء، راه حتى هي تفي بالغرض. اللب ديال هذا الموضوع هذا ديال هذه الحلقة هذه عفوا، أن الناس اللي بغاو يربيو الأرانب يبداو في هذه الوقيتة هذه، هذه الوقيتة هذه الأرانب كيصدقوا، يعني ابتداء من هذا الشهر هذا كيكون المرض فات، المرض راه كيكون في شهر ثلاثة، غير يدخل شهر أربعة حاولوا أنكم تشريو أرانب وتبداو المشروع ديالكم. خصوصا ان في هذه الايام كنت كما كتشوفوا راه هذا الفيروس راه مضايق العديد من الناس، يعني من الاحسن تبقاو ديروا هذه المشاريع الصغرى في وسط الديور ديالكم، في نفس الوقت انكم يعني غادي تستافدوا من اللحوم ديالهم، في نفس الوقت انكم ما غاديش تبقاو تخرجوا والله يسر، يعني ممكن انكم تهزوا المرض من عند شخص اخر. يعني هذا يعني مشروع ذاتي، ممكن انكم ديروا هذا المشروع في المنازل ديالكم، يعني تتلفوا فيهم الوقت، النظافه من حيث النظافه، من حيث الاكل، من الاكل شحال من واحد في لي كومونتير قال لي الا كان هذا المرض كي غادي نديروا مع الاكل، الاكل اي حاجه انتم ما يمكنش انكم ما غاديش تشريوا بضاعه وغادي تستهلكوها. هذيك البضاعة ممكن أن قشور ديال 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 الخضرة، ممكن أي حاجة اللي غادي ترميوها ما ترميوهاش، عطيوها للأرانب ديالكم، خصوصا الخبز يابس. خبز ضروري أن كيشيط عليكم واحد شوية ديال الخبز يابس، ممكن أنكم تستعنوا به في هذه الفترة على الأقل بما تفوت، وإن شاء الله غادي تفوت بسلام، وغادي إن شاء الله الأمور تكون مزيانة. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، ما تنساوناش بزير جيم، تكيو على زر جيم باش تساندونا نزيدو نعطيكم ديما الفيديوهات اليوميه ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.